14 من مهرجان السنيورة كتجي في واحد السياق اللي كنطرحهم فيه بتاكين على ضحايا زلزال أدرار البر الحوز، وكيجي في واحد السياق آخر ديال هنا جل الأفلام الأمازيغية ديال شمال إفريقيا وجنوب الصحراء لا تحظى بالدعم الكافي. كيجي في واحد السياق ديال ان الفنان بصفه عامه ما زال يعاني، هنالك بطاله على طول السنه لا يمكن اننا ننتظروا غير مسلسلات ديال رمضان ولا الافلام ديال رمضان. السنيور كما كيعرفوه الناس اللي كيحضروا في السنيور، هاد السنه قررنا ان نضيفوا المسابقه الدوليه. لماذا؟ اولا نعطيو فرصه للمخرجين الشباب انهم يشوفوا افلام وسينمات عالميه ويشوفوا تجارب اخرى. 17 فيلم عالمي من جميع اقطار العالم، كنظن لان غادي تكون واحد التجربه للشباب اللي كيدير الافلام بامكانيات ذاتيه. وهنا كنعاودوا ناكدوا، يجب على الحكومات ديال شمال افريقيا وجنوب الصحراء انها تعطي اهميه للامازيغيه. ف جل الافلام المشاركه لم تنل الدعم من الحكومات، وبالمناسبه اود ان انوه بمخرجين جزائريين يشاركون معنا في هذه الدوره، وهذا شيء جميل، ونتمنى ان تسود هذه المشاركات، أن تدوم هذه المشاركات. نتمنى أن نرى مخرجين مغاربة يشاركون في مهرجانات الجزائرية كما نرى مخرجين يشاركون في مهرجاناتنا. نتمنى أن تساهم الثقافة في تدويب الخلافات بين، إن كانت خلافات بين الحكومات لا يجب أن تكون هناك خلافات بين الشعوب. و تحية مرة أخرى لهؤلاء المخرجين الشباب الذين يشاركون معنا في هذه الدورة رغم أنهم غير حاضرين معنا. تحياتي وشكرا لكم جميعا.